في الملتقى العلمي الخامس عشر لجمعية طب الأطفال وحديث الولادة بالمنوفية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية حديث الولادة برئاسة الأستاذ الدكتور جمال سامي أستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس. في الملتقى العلمي الخامس عشر بنناقش الجديد فيما هو علاج الأطفال حديث الولادة وناقص النمو، وده اللي اتكلمنا عليه في طرق التغذية السليمة للأطفال ما بعد خروجهم من الحضانات، وخصوصا الأطفال ناقص النمو والمكتسرين. وبرضه اتكلمنا على كيفية أو الطرق الصحيحة لفطام الأطفال من على جسم التنفس الصناعي، وكمان اتكلمنا على الاستخدامات الصحيحة للمضادات الحيوية لدى الأطفال. برضو اتكلمنا على الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية في حالات التسمم البكتيري بالدم. ودي كانت الأربع محاضرات اللي اتكلمنا عليهم، وحاضر فيها أساتذتنا العظام طبعا، أولهم الأستاذ الدكتور جمال سامي أستاذ طب الأطفال جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور هشام عوض أستاذ طب الأطفال جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور أدهم حجازي أستاذ طب الأطفال جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور أسامة الفتوح أستاذ طب الأطفال جامعة بنها. وطبعا الحدث ده كان موجود في حوالي 400 طبيب على مستوى الدلتا وعلى مستوى مصر كلها. الأطباء دول أغلبهم من الشباب من الأخصائيين والأطباء المقيمين الموجودين على مستوى المنوفية وعلى مستوى الدلتا وعلى مستوى القاهرة كلها.